البشرية إلى الرشد، وقائد الخلق إلى الحق، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات الأحبة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخوانكم وأخواتكم في المشرق العربي، خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لسعيد كل السعادة أن ألتقي بهذه الوجوه المشرقة بنور الإيمان وبمصابيح اليقين بالله تعالى وبدينه الواثقة بربها وبنفسها وبغدها. وأنا سعيد أيضا أن أحضر في هذه الآونة الطيبة ومع هذا الحدث الذي أشار إليه أخي الحبيب الأخ فريد، حدث توحد حركتين إسلاميتين مرجوتين لهذا البلد ولهذا الدين، حركة الإصلاح والتجديد وحركة المستقبل الإسلامي. فالحمد لله قد أصبحت حركة واحدة، وهذا عمل صالح وسير في الطريق السليم، حيث ينبغي أن يتوحد العاملون للإسلام ما استطاعوا ما دام فكرهم واحدا وهدفهم واحدا ومنهجهم واحدا. فلماذا الاختلاف ولماذا التفرق ولماذا التباعد؟ ونحن أحوج ما نكون إلى هذا التلاحم. أعداؤنا يعملون صفا واحدا وينسون خلافاتهم، ينسون ما بينهم من فروق، ونحن للأسف يتباعد بعضنا عن بعض. ولهذا كان عمل الحركتين الإسلاميتين في هذا الوقت، هذا العمل الصالح الطيب المثاب عليه والمأجور من الله تبارك وتعالى، هذا العمل التوحيد، هذا كان شيئا صالحا. حينما أخبرت به استبشرت به واعتقدت إن شاء الله أن الإسلام إلى خير وأن الأمة إلى خير وأن الغد لهذا الدين وأن المستقبل للعاملين لنصرة هذا الدين. يسرني أن ألتقي بالإخوة عامة وبالأخوات خاصة، خصوصا أني أعلم أننا جئنا لمخيم الأخوات، ولذلك أنا أوجه حديثي إلى الأخوات بصفة خاصة. وليعذرني الإخوة الشباب، فطالما أخذوا أكثر من حقهم وجاروا على حق الأخوات، وأنا أشكو من زمن أن الرجال كما نقول نحن باللغة المصرية باللهجة المصرية كبسين على أنفاس النساء، فلذلك نحن في حاجة إلى أن نعطي الأخوات بعض حقوقهن. يقولون المرأة نصف المجتمع، وهذا صحيح إذا قيس الأمر من الناحية العددية. المرأة نصف المجتمع من ناحية الكم والعدد، حتى ذكر الأستاذ كريسي موريسون في الكتاب الذي ترجم العربية بعنوان العلم يدعو للإيمان، من أدلة وجود الله تعالى هذا التوازن بين عدد الرجال وعدد النساء على طوال التاريخ، 50 و50، 51 و49، 52 و48، في هذه الحدود. يعني مين اللي نظم هذا؟ فالمرأة نصف المجتمع من الناحية العادية، وأحيانا تكون أكثر من النصف.
ولكنها يعني تؤثر في المجتمع أكثر من النصف، لأنها تؤثر في زوجها وتؤثر في أولادها تأثيرا ملموسا. ولا عجب أن اهتمت الدعوة الإسلامية بالمرأة، وكان أول من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر لدعوته، أول صوت ارتفع بتأييد الدعوة المحمدية كان صوت امرأة ولم يكن صوت رجل، كان صوت خديجة حينما قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعجوم وتقرب الضيف وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الحق. وكان أول دم أريق في الإسلام كان دم امرأة كما هو معلوم، كان أول شهيد في الإسلام هي سمية أم عمار وزوج ياسر. فلا عجب أن يكون للمرأة في الصحوة الإسلامية المعاصرة وفي الحركة الإسلامية المعاصرة دور، ويجب أن نفسح لها المجال لتقوم بهذا الدور وتؤدي هذا الواجب. شكى لي الإخوة الأخوات في مصر والأخوات في الجزائر أن الأخت تكون في غاية من النشاط، شعلة من النشاط، حتى تتزوج أحد الإخوة، تزوجها من ميدان الدعوة، يعني عرفها في ميدان الدعوة وأعجب بها وتقدم لها وتزوجها، وبعد أن تتزوج يجمدها، يضعها في ثلاجة أو في الفريزر كما مش بس في الثلاجة، يعني لابد أن نفسح للأخت المسلمة لتقوم بدورها. الإخوة الذين انتفعوا بهذا الدور واهتموا به كان لذلك أثر. الإخوة في السودان اهتموا بدور المرأة، وكان للمرأة دورها في إنجاحهم في الانتخابات. الإخوة في حزب الرفاه اهتموا بدور المرأة، وكان لهذا أيضا أثر في نجاحهم في الانتخابات. لابد أن نعمل على أن تقوم المرأة بدورها في هذه اليقظة الإسلامية وهذا البعث الإسلامي والإحياء الإسلامي المعاصر، تقوم بدورها في نفسها، في تنمية نفسها ما استطاعت، تنمي نفسها روحيا، تنمي نفسها ثقافيا وفكريا، تنمي نفسها سياسيا، تنمي نفسها اجتماعيا. لابد لا يقال إذا من عمل الرجال، لا، هو من عمل الرجال والنساء. والقرآن حينما يقول يا أيها الذين آمنوا لا يقصد الرجال وحدهم، إنما يقصد الرجال والنساء، يقول يا أيها الناس، هذا خطاب للرجال والنساء. سيدة أم سلمة رضي الله عنها كانت يعني تمشط شعرها أو تمشط لها جاريتها شعرها، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس، فقالت لها الجارية تركي هذا، تركت المشط الترجيل والتزييد، قالت لها أنه يقول أيها الناس، قالت لها أنا من الناس، أيها الناس ديت وأنا منهم، فاعتبرت أيها الناس ده يعني خطاب للجميع. فينبغي للمرأة المسلمة أن تشعر بهذا، بهذه الهوية، وأنها جزء من المجتمع وجزء من الصحوة، فتنمي نفسها ثم تعمل على أن تصحي كما صحت هي، تصحي بنات جنسها. عمل المرأة مع المرأة، وقبل هذا تعمل في أسرتها إن كان لها أسرة، يعني إذا كانت متزوجة تعمل مع، تعين زوجها إذا كان من أهل الدعوة على دعوته، إذا لم يكن من أهل الدعوة تدعوه، هي تربي أولادها على الإسلام الصحيح الإيجابي البناء، ثم مع بنات جنسها أيضا. المرأة أقرب إلى المرأة، فلابد أن تعمل
في هذا الميدان، وثم تعمل في المجتمع عامة. يعني المرأة ممكن أنها تدعو الرجال، المرأة الأخت زينب الغزالي كم حاضرت مجتمعات رجالية، ما المانع؟ ليس صوت المرأة عورة كما يقولون، صوت المرأة ليس عورة، إنما العورة أن تخضع بالقول، تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كان الصحابة والتابعون يذهبون إلى السيدة عائشة ويسألونها وتجيبهم وتروي لهم الأحاديث وتفتيهم في الدين. والله تعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولم سألوهن سيجيبنهن. فلا بد للمرأة أن تقوم بدورها يعني في هذه المجالات كلها، خصوصا إذا كانت ذات مواهب أو ذات قدرات، أديبة، كاتبة، محاضرة، لابد أن تقوم بهذا الدور كله. فيجب على الأخت المسلمة أن تعد نفسها لتقوم بهذا الدور كما ينبغي. نحن نرى على المستوى الآخر، يعني في ميدان العلمانيين والقوميين والماركسيين، نرى المرأة تقوم بدورها، ورأينا في الشيوعيين نساء دخلنا السجون وتحملنا عذاب السجون من أجل مذهب باطل، ورأينا المرأة في المسيحية جيوش من النساء المترهبات يعملن على نشر المسيحية في العالم، عشرات الآلاف من النساء، ويذهبن يتركن البلاد، الأزرار الأوتوماتيكية والأجهزة الألكترونية، ليعيشن في الأدغال والغابات والقرى النائية العيشة البدائية. رأينا المرأة في إسرائيل تقاتل العرب والمسلمين، لأنها يعني جندي في الجيش الإسرائيلي، ونحن هزمنا سنة 67 على يد امرأة جولدا مائير. يعني هزم المسلمون في فلسطين على يد جولدا مائير، وهزم المسلمون في باكستان على يد أنديرا غاندي. يعني فالمرأة غير المسلمة بتقوم بدورها، فلماذا لا تقوم المرأة المسلمة بدورها؟ هذا هو الواجب، ان المرأة المسلمة ينبغي ان تقوم بدورها، ويجب على الإخوة الرجال ان يساعدوها على هذا الامر حتى تستطيع ان تقوم بمهمتها خير قيام، وان تكون الى جنب الرجل في خدمة هذا الدين. القرآن بيذكر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعضهم أولياء بعض. ومن هذه الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليست مهمة الأمر معروف والنهي عن المنكر مقصورة على الرجال وحدهم. والقرآن ذكر هذا بعد أن قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، بعد أن ذكر المنافقين: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، ذكر المؤمنين والمؤمنات. فكما أن المنافقين والمنافقات يعني يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف كما نرى في العلمانيات واللادينيات المتفرنجات والمتفرنسات، هؤلاء يقومن بدورهم، ونراهم يصنعون زعامات علمانية وينفخون في هؤلاء. يعني في مصر نرى بعض هؤلاء نوال السعداوي ومش عارف مين ومين،
لماذا لا هناك زعامات نسائية إسلامية، قيادات نسائية إسلامية؟ يجب أن يعمل الإسلاميون على هذا. ولعل هذه المخيمات التي يقيمها الأخوات في هذه الدار وأمثالها تؤدي بعض الواجب لإعداد الأخت المسلمة والداعية المسلمة والمربية المسلمة حتى تؤدي واجبها في خدمة هذا الدين وفي نصرة هذا الإسلام وفي توعية هذه الأمة. هذا ما أرجوه إن شاء الله، وأكتفي بهذا القدر، ونفتح الباب للأسئلة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أستاذنا وفقيهنا الشيخ يوسف القرضاوي على هذه الكلمة التوجيهية التي لا شك أنكم قد استفدتم بها منها، والتي تمثل أرضية للتساؤلات وباب مفتوح على مستوى الأسئلة على كل الواجهات الدعوية والفقهية وكذلك الأمور الحيوية. وأذكركم حتى تركزوا في بعض أسئلتكم على هذا الموضوع أن شيخنا القرضاوي عاد من سفر قريب من تركيا، ولا شك أن تركيا الآن والسجن الإسلامي في تركيا ستثير في أذهاننا بعض التساؤلات، فيكن هذا في حسبانكم. فأسأل الشيخ إن لدى لكم ذلك. قبل أن أفتح لكم باب المناقشة أعطي الكلمة لأستاذنا الدكتور أحمد الريسوني من هذه المناسبة لكي يقدم كلمة توجيهية وربما ترشيدية للشيخ. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله أجمعين. شيخنا وأستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور القرضاوي رحمه الله، لا أحتاج إلى مزيد من الترحيب، فحالنا وسلوكنا كلها مرحبة وسعيدة في هذه الفرصة الثمينة. ونظرا لكون هذه الفرصة فعلا فرصة ثمينة ونادرة، فإني لا أريد أن أخذ منها ما يفوت بعض فائدتها، وقد صدرت للأخ فريد عن أي كلمة ومع ذلك هو يطلب مني أن أتكلم، فليس لدي إلا أن أتيح كل الوقت لأستاذنا. وبيننا نحن هنا أبناء هذا البلد فرص أخرى، ولدي موعد قريب في هذا المكان ربما مع نفس الأخوات، فأترك الفرصة لأستاذنا جزاه الله خيرا وتقبل منه، وأدعو الإخوة والأخوات للاستفادة من فرصة وجود الأستاذ العلامة الدكتور يوسف حفظه الله. نفتح باب المناقشة وأقترح أن تكون الأسئلة التي نبتدئ بها أسئلة فتوية، بعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة الحسابية. وللملاحظة فالأسئلة التي توصلت بها هي ذات طابع فقهي منه شارف، سنؤجل الإجابة عنها بعد تدخلاتكم الفتوية إن كان هنالك من تدخل. Thank you.
أسئلتها. وأحب أن أطمئن إن شاء الله أن الصحوة الإسلامية ماضية في طريقها. هناك هجمة شرسة من القوى المعادية للإسلام وأمته وصحوته وحركته لضرب هذه الصحوة وتعويقها، سواء كان هذه القوى في الداخل أو في الخارج. الصحوة الإسلامية التي كانت ملء السمع والبصر وينتظر أن تصل إلى القمة في أكثر من بلد، طبعا الآن قطع عليها الطريق وضربت ضربة أو ضربات بقدر قوة الصحوة. جاءت قوة الضربة، الصحوة كانت قوية لا شك يعني في هذا، فجاءت الضربة قوية، ولكن هذا معناها هذه الضربات لا تميت الصحوة، بالعكس تعطيها قوة. ولذلك أنا أقول الصحوة ماضية رغم ما يكال لها من ضربات وحشية متتابعة، والحمد لله يعني ربنا بيقطع من هنا يوصل من هنا. الإسلام دائما تغرب شمسه
في مكان تشرق شمسه في مكان آخر. إسلام خرج من الأندلس في أوروبا ليبزغ في أوروبا في ناحية أخرى في العلاد الأتراك العثمانيين، وهذا معروف طوال التاريخ يعني في مده وجزره. الآن الحمد لله يعني الإخوة في حزب الرفاه استطاعوا الوصول إلى السلطة، وهذا طبعا بالنسبة لتركيا العلمانية، تركيا التي يعني طردت الإسلام من الحياة، من التشريع ومن التعليم ومن الإعلام ومن الثقافة ومن التقاليد الاجتماعية. يعني حتى يعني في فترة من الفترات كانوا الأذان محرم باللغة العربية يعني. فإنما شاء الله إنه تحيا تركيا من جديد. آلاف المدارس القرآنية يعني بدأت تنتشر هنا وهناك، وبدأ الإخوة يعملون. ويعني أخونا الدكتور نجم الدين أربكان يعني غير اسم الحزب بتاعه كذا مرة يعني، ويحل الحزب ويصمد ويعمل حزب ثاني من جديد إلى أن صار حزب الرفاه. لأن أي حزب إسلامي ممنوع، كلمة الإسلام ممنوع. يعني احنا ما جينا نعمل بنك إسلامي في تركيا قالوا لا، ما يبقاش بنك إسلامي، يعني نعملوا بنك فيصل الإسلامي في تركيا. قالوا لا، مؤسسة فيصل المالية فقط. كلمة إسلام يعني دي ممنوعة، الدستور يمنع هذا، كلمة الشريعة. طيب المؤسسة دي نعمل لها هيئة رقابة شرعية، قالوا لا، شرعية كلمة شرعية دي يعني ما ممنوع. فشوف تركيا اللي وصلت إلى هذا الحد، ينجح فيها الحزب إلى هذه الدرجة. صحيح لم يأخذ يعني أغلبية مطلقة، أخذ يعني كذا وعشرين في المئة، إنما هذه يعني جعلته إنه الحزب الأول في بين الأحزاب، وأعطته حق إنه يؤلف الحكومة. وقبل كده طبعا الإخوة نجحوا هناك في البلديات، خصوصا في البلديات الكبرى، بلدية اسطنبول وبلدية أنقرة وبلدية قونية، المدن الكبرى هناك، واستطاعوا أن يخدموا الناس. حتى ذهبوا إلى النساء البغايا الساقطات، ويعني راح إخوة وأخوات لهن، وانتوا إيه اللي يعني الاستدارة، قالوا الحاجة ونعمل. طيب نحن نحاول نعمل لكم يعني أشياء تتعيشوا منها وتتركوا هذا الطريق. واستجاب لهن هؤلاء، وكانوا هم في الانتخاب مش أعطاهن الأصوات، لا، وكنا داعيات إلى هؤلاء. يعني الإنسان لا ييأس حتى من المرأة الساقطة، المرأة البغي. يمكن بعض الناس يقول هذه في جهنم وبئس المصير، لا، هي فيها بقية خير. فالإخوة يعني ربنا وفقهم وخدوا الأمور بالتدرج. وهو أخونا الدكتور أربكان رجل سياسي محنك، واخذ الأمر بعقلانية وبسنة التدرج. وكما قلت من قديم إن التدرج سنة شرعية وسنة كونية، فهو لا يستعجل. ولذلك يعني لا نطالبه. وأنا قلت للإخوة، بعض الإخوة في الأتراك، قلت لهم لا تطالبوا يعني أربكان بأنه يعني يغير تغييرات جذرية، لا، ولا يستطيع أن يغير تغييرات جذرية، يعني ليس معه أغلبية مطلقة. وبعدين اللي بيحكم تركيا حقيقة الجيش، ولكن هو أيضا استطاع أن يكسب بعض كبار ضباط الجيش. ولذلك حينما ذهب إلى طهران كان معه عدد كبير، حوالي أكثر من 200 شخص، ومنهم من كبار الضباط، واستطاع أنه يخطو هذه الخطوة المهمة ويعقد هذه الصفقة رغم اعتراضات أمريكا. ولكن هناك أناس كثير من حكامنا العرب
إذا أمريكا يعني فقط كده أشارت، قال لك يعني إشارتها أمر ويعني وأمرها يعني قهر. فلا الرجل ما هموش، وقال لهم لا ده عمل يعني تجاري ولا كذا، وعقد الصفقة، صفقة العصر 20 مليار دولار، يعني في الوقت الذي يعني أمريكا تريد يعني ضرب إيران يعني وقطع الطريق عليها وعزلها عن العالم كله. يقوم هذا وبعدين رجعت 2 مليون من الأتراك من الأكراد الذين هجروا إلى ديارهم، رفع المرتبات وعمل يعني عمل أشياء في مدة قصيرة. هذا يدلنا على أنه يعني الإخوة هناك يعني إن شاء الله يرجى أن يوفقهم الله تعالى. وحتى هذه شيلر هذه، وهي طبعا بتمثل الحزب العلماني الأول اللي هو وارث أتاتورك، يعني مسلمة وماشية يعني معاه. فالحمد لله يعني أريد أن أطمئن أنه نحن مستبشرون. يعني أنا لي رسالة ما إذا لسه ما جاتكوش هنا، اسمها المبشرات بانتصار الإسلام، في رسائل ترشيد الصحوة المبشرات بانتصار الإسلام، وذكرت أن هناك عدد من المبشرات يجعلنا نطمئن إلى مستقبل الإسلام. مبشرات من القرآن، آيات كثيرة من القرآن يظهره على الدين كله، وأبى الله إلا أن يتم نوره وعلى الله الذين، ومبشرات من السنن، أحاديث صحاح كثيرة جدا في ألوان مختلفة من المبشرات من السنن، ومبشرات من التاريخ الإسلامي، إن الأمة أشد ما تكون قوة وأصفى ما تكون جوهرا وأصلب ما تكون عودا عند الشدائد والمحن، يظهر معدن هذه الأمة من الحرب الردة، الحروب الصليبية، لحروب التتار، الحروب الاستعمار الحديثة، أظهر الأمة قوة الإسلام الذاتية. وهناك مبشرات من الواقع أيضا، الواقع يقول إن الأمة بخير. من كان يظن إن الجزائر بعد 130 سنة استعمار أراد أن يفرنس البلد دينا ولغة وهوية وأن يطمس هويتها، إن تعود الجزائر وتعود هذه الصحوة الإسلامية. أنا كنت أخطب الجمعة في الجزائر يحضر 200,000 كذا، يعني شيء مش معقول يعني. فيعني هذا يدل على أن واقع الأمة أيضا مبشر. وهناك أيضا مبشرات من سنن الله عز وجل، نحن نرى أنه سنن الله معنا وليست علينا، يعني ومن هذه السنن سنن التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سنن التداول، تلك الأيام نداولها بين الناس. الإمام الشهيد حسن البنا قل لو نظرنا إلى التداول القيادة العالمية نجد أن الدور لنا وليس علينا، أن قيادة العالم في وقت من الأوقات كانت شرقية، أيام الحضارات القديمة، حضارة الفرعونية والفينيقية والآشورية والفارسية وغيره، ثم انتقلت الحضارة إلى الغرب على يد اليونان والرومان، ثم عادت إلى الشرق مرة أخرى على يد الحضارة العربية الإسلامية، ثم عادت إلى الغرب كما هو الآن. والمفروض حسب السنن الإلهية أنها تعود ثاني إلى الإيه؟ إلى الشرق، وخصوصا أن الغرب لم يعني يحسن القيادة ولم يؤدي لها حقها، أفلس في الناحية الروحية وأفلس في الناحية الأخلاقية. فنحن مستبشرون يعني إن شاء الله. نسيت بقيت الأسئلة بتاع الأخت، إيه السؤال الثاني إيه؟ ها؟ إمارات ها؟ إمارات يعني بلاد الخليج طبعا، بلاد الخليج الآن في وضع للأسف يعني وضع لا تحسد عليه. استطاع أعداء الإسلام أن يضربوا الأمة ضربة موجعة وقاسية، ولا أقول قاضية، إنما ضربة يعني عنيفة جدا،
كسبوا بها مكاسب هائلة وخسرنا بها خسائر هائلة. هذه الضربة نقول في مصر ضربة معلم. ضربة المعلم دي هي حرب الخليج. حرب الخليج ده استطاعوا انه يضربوا الأمة وتخسر الأمة مليارات الدول. البلاد اللي كانت غنية وكذا أصبحت مدينة. أن استدعت هذه الجيوش إلى أرضها بفلوس يعني بالمليارات، وجم هم تخلصوا من أسلحتهم القديمة ودربوا أسلحتهم الإيه الجديدة وهدوا في المنطقة، وبعدين بعد هذا الهد تبنى هم اللي يبنوها شركاتهم تبنيها بفلوس نحن أيضا كل هذا. وبعدين بقي الوجود يعني الغربي وخصوصا الوجود الامريكي الوجود العسكري في هذه الديار يعني ما فاصبح بعد ما كان الانجليز هم اللي كانوا يحكموا هذه البلاد وخرجوا من قطر وخرجوا من البحرين وخرجوا من عمان وخرجوا من واذا يعود الوجود العسكري الغربي في صورة الوجود العسكري الامريكي يعني فهذا يعني للاسف يعني شيء يؤسف له. ولكن أقول إن الصحوة الإسلامية في هذه البلاد صحوة قوية جدا يعني الشباب والشابات الإخوة والأخوات الملتزمون والملتزمات بالآلاف المؤلفة. يعني أنا أذكر أوائل ما رحت قطر كنت بصلي التراويح في شهر رمضان يصلي ورايا 10-20 كذا يعني من سنين المسجد يعني اكبر مسجد في قطر يعني يصلي حوالي 2000 رجل وحوالي 1000 امرأة في صلاة التراويح ونصلي التراويح ساعتين يعني نقرأ جزء من القرآن يعني الحمد لله يعني فيعني اريد ان اطمئنكم انه يعني برغم هذا يعني الامة بخير. في مصر يعني للأسف يعني نرى انه الحركة الاسلامية مضطهدة والحكم المصري يعني يطارد ابناء هذه الحركة لا لشيء الا ان الشعب معهم انهم اذا تقدموا في اي انتخابات يكسبون ثقة الناس في النقابات المهنية نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين هذه النقابات الإخوة هم الذين يكتسحون هذه لأنه يعني ما استطاعوا أنه يزوروا قالوا ده يقل منظمة واشترطوا أنه لازم يحضر نصف الأعضاء ونصف الأعضاء ده يعني في بالنسبة للمهندسين حوالي 300,000 أو كذا يعني وكيف يحضر يعني نصف هؤلاء وأين فعملوا غيروا القانون بحيث يحضر وبرضه حضر المهندسين ونجح الإخوة يعني وهكذا من نوادي هيئات التدريس أيضا في الجامعات المختلفة الإخوة هم الذين يسيطرون عليها اتحادات الطلاب في الجامعات الإخوة الذين يسيطرون عليه فيعني هذا من فضل ولذلك هم يعني لم يجدوا إلا المحاكمات العسكرية ويقدمون حتى محاكم أمن الدولة وهي محاكم غير عادية ومع هذا لا يعني أيضا محاكم أمن الدولة فيها قضاة يعني الناس يشتغلوا بالقضاء يعني المحاكم العسكرية بيجيبوا ضابط والضابط ده بينفذ ما يقال له. فقدم الإخوة الدكتور عصام العريان والدكتور عبد المنعم الفتوح والدكتور محمد حبيب وغيرهم يعني وحكموا والرئيس الدائرة العسكرية ده راح للرئيس المصري وقال له يعني لأجد ما يدين هؤلاء يعني مفيش أدلة مش قادرين نمسك عليهم أدلة قال له انت عليك تنفذ تصدر الاحكام بس واصدر الاحكام 5 سنين و3 سنين وقريبا ايضا الاخوة الذين قدموا لاجل حزب الوسط
أيضا دخلوا محاكمات عسكرية وحكموا على مجموعة منهم، منهم ناس من عمر 73 سنة وأساس جامعات وناس كبار. ولكن أيضا يعني أريد أن أطمئنكم إن هذا كله لا يعوق الحركة الإسلامية، بل يعني يعطيها مزيدا من القوة والصلابة والسير في الطريق إن شاء الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الورق ده المفروض ان يكون هذا تبع الجماعات الاسلاميه يعني ما ولكن هم يعني حاولوا ان يعرفوا من الفاعل ورصدوا 5 مليون ريال والامريكان رصدوا مش عارف كم مليون دولار، ومع هذا ما تقدم احد يعني الى الان. يعني في الحادثه السابقه جاءوا بناس يعني واعترفوا اعترافات كده وكأنهم حافظين كلام كانوا يعني يقولونه، واعمل كذا واعمل كذا، وبعدين واعدموهم. في هذه حسب معلوماتنا لم يصلوا يعني الى شيء حتى الان، وبدأوا الامريكان يعني يذهبون الى اماكن اخرى اكثر امنا، يعني قذف الله في قلوبهم الرعب. الاصوليين، فكنا عايزين حتى نجمع الاربعه الاصوليين دول يكونوا في يعني في جبهه واحده، وحاولنا هذا عده مرات ونتفق معهم على بعض الاشياء، ثم بعد فتره ينقضونها. وبعد انسحاب الروس حاولنا معهم محاوله واتفقنا معهم على بعض الاشياء، ولكن للاسف ما نفذوا هذا. الحقيقه ان خذلنا هؤلاء الاخوه، وبعضهم يقول لك يعني هو يعني الافغاني ده كان حكمة ياربو، الافغاني ده نص مسلم ونص كافر، يقول لك يعني اذا جاءت العصبية ظهر النصف الكافر. فعندهم العصبية القبلية يعني فظيعة، والعصبية العرقية ده طاجيكي وده بشتو وده مش عارف ايه وده، يعني هذه جاهلية يعني. فللأسف غلبت هذه الجاهلية وحارب بعضهم بعضا وقتل بعضهم ودمروا بلدهم يعني، وشوهوا هذا الجهاد الجميل اللي وقف العالم كله معهم، العالم الإسلامي كله معهم، وذهب الشباب وضحوا بأرواحهم وضحى الناس بأموالهم، ولكن للأسف يعني شوهوا هذا الجهاد بهذا الموقف الأخير. يعني ما لا نملك إلا أن ندعو الله. والآن راح أخونا الأستاذ يعني القاضي حسين أحمد أمير الجماعة الإسلامية، وعمل يعني بعض الجهود في التوفيق بين برهان الدين رباني وحكمة يار. فهذه خطوة يعني لأنه أيضا هناك جهات يعني يهمها ألا يتفق هؤلاء، بدليل أنهم أخرجوا لهم هذه القوة الجديدة التي لم تشترك في الجهاد، لا حركة طالبان، هذه حركة ظهرت فجأة ولم يكن لها
نصيب في الجهاد ولا شيء من هذا. وفجأة لقيناهم عندهم يعني دبابات وعندهم طائرات وصواريخ، ومن أين هذا؟ يعني هناك قوة يهمها أن يظل البلد منقسما متصارعا، يضرب بعضهم رقاب بعض. فهذا يعني ما نأسف له، وندعو الله أن يصلح ذات بينه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتذر كامل الاعتذار عن الذين حرموا التدخل، لان تشكيل المكتوبه كثيره جدا، وقد علمنا استاذنا فقه الاولويات وفقه الموازنه والترجيح، وانا ساحاول ان اختار الاسئله التي ذات الطابع الاولوي باعتبار واحد، هو ان جلسه التي طرحت استاذنا وشيخنا قد فصل فيها من ناحيه الفقه في كتبه، فليرجع الى تلك القضايا الفقهيه ونطلق الاسئله التي لها طابع الجدة وطابع الآلية والتطبيع، حتى نعرف موقف شيخنا منها، وخاصة الأمور ذات الطابع الخاص، كمثلا أسباب توقف نجاة أمة، وما بشرنا وقد بشرنا في السنة الماضية بأنها ستعود، ذلك على لسان الأستاذ عمر أبو الحسن، فأين هي نجاة أمة التي تركت بغيابها ظلمة وغمة؟ والله لا تزال في عالم الغيب. يعني كان هناك يعني كلام يعني على لسان يعني وزير الأوقاف إنه سيعمل على عودة المجلة، وثم سكت عن هذا تماما، يعني ولم يعد الأمر مذكورا إطلاقا الآن. فما نستطيع أن نقول شيئا في هذا، يعني نرجو يعني في إذا تحسنت الأحوال المادية في قطر، تعرفون إن في قطر يعني خلاف بين الأمير السابق والأمير اللاحق، والأمير السابق يعني خد الفلوس والتانيين ما معاهمش فلوس، ويعني ولسه فيه الغاز القطري، يعني سيظهر في سنة 97 أو يعني 98. فلعل حينما تتحسن الأحوال المادية تعود هذه المجلة إن شاء الله. نعلم أنكم قد حضرتم في إطار ندوة الإفسكو عن التقريب من المذاهب الإسلامية، وخاصة بين الشيعة والسنة. نعم. من خلال تعاملكم مع هذه الندوة ومع ندوات أخرى، ما هي آفاق التقارب بين الشيعة والسنة؟ وهل هناك جدية من طرف السنة والشيعة في هذا المضمار؟ والله هي محاولات يعني، وينبغي أن نعمق هذه المحاولات ونوسع آفاقها وحتى تؤتي أكلها. أنا يعني أرى أن القوى المعادية للأمة تحاول أن تمزقها شر ممزق، وتحاول أن توسع الهوة وتعمق الفجوة ما بين السنة والشيعة، وتريد إشعال حرب دينية. تعرفون أن قامت حرب الخليج بين العراق وإيران، وكانت هذه الحرب طابعها طابع قومي، لهم يريدون بقى أن تكون حرب طابعها طابع ديني بين السنة والشيعة، كما هو الحال في البحرين الآن. يعني يريدون أن يعني تشتعل النار بين السنة والشيعة، لأنه إيران يعني متمردة على الانصياع للسياسة التركية، فهم يريدون معاقبة يعني إيران بأن يشعلوا ضدها عداء العالم الإسلامي كله. وأنا أرى أنه يجب علينا أن نفوت هذه الفرصة، وأن نفتح ذراعنا لمن كان من أهل القبلة، يعني من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا. طبعا في بعض الإخوة مثل الإخوة السلفيين موقفهم طبعا متشدد جدا من قضية الشيعة، هم يكفرون الشيعة تكفيرا صريحا،
وكفرا بواح، يعني ويقولون انهم ينكرون القرآن وينكرون السنة الى اخره، ويخرجونهم من الملة. هؤلاء طبعا لا يسعون الى هذا التقارب، ونحن نرى انهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، وبيصلوا وبيزكوا وبيحجوا وبيصوموا، والاشياء الاخرى لهم فيها تأويلاتهم. نرى انهم مبتدعون، لا مانع من ان نصفهم بالبدعة مثل الكثير من الصوفية او كذا من اهل السنة. فهذا ما نعتقده. ولذلك فانا رحبت بحضور هذه الندوة لتقوية هذا الاتجاه، اقتراح بعض الاشياء. انا ساقترح عليهم لكي ينجح هذا لم يكون في خطوات عملية، مثل انه اهل السنة في ايران يعترض بهم، يكون منهم كذا وزير. احنا عندنا في مصر في كذا وزير للاقباط، الاقلية غير مسلمة لها وجودها السياسي. لازم يكون المسلمون وهم هناك 14 مليون من البلوش ومن الشوافع اللي على الساحل ومن الاكراد، لابد ان يكون لهم تمثيلهم السياسي، ولابد ان يسمح للمسلمين بان يكون لهم مثلا مسجد في طهران. فيه مئات الالاف من اهل السنة في طهران ولا يوجد لهم مسجد. فلازم نحاول نقترع عليهم بعض الاشياء العملية في هذا الجانب. انما عملية التقريب نفسها، وبحيث اننا نصل الى قاعدة المنار الذهبية التي اسسها الشيخ رشيد رضا، تبناها الشيخ حسن البنا، وهي قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بصفتكم مراقبا فرعيا لمجموعة البنوك الاسلامية ومؤصلا لتوجه الاقتصاد الاسلامي، الى اي مدى نجحت البنوك الاسلامية في تحقيق اهدافها وفي تجاوز تجربة أضناك الربوية، خاصة ان هناك مجموعة من الاتهامات والشبهات في عدم التزام الأضناك الإسلامية بقضية عدم التعامل بالربا الى غيرها من الامور؟ نعم. وقضية البنوك الإسلامية لا شك انها كانت حلما، لانه في اول الامر قالوا انه حاول المحاولون ان يحللوا الربا ويبرروا، حتى بعض الناس الشرعيين حاولوا هذا بحجج او بدعاوى او بشبهات معينة. من يقول ان هذا ان ربا العصر ليس هو ربا الجاهلية، من يقول ان الربا المحرم هو ربا الاضعاف المضاعفة وليس الربا 5% ولا 10%، من يقول ان الضرورات العصر تقتضي اباحة الربا، من الناحية النظرية حتى. ثم بطلت هذه الحجج بدراسات الدارسين وبحوث الباحثين من المسلمين. وبعد ذلك بدأ بعد البحث النظري والابطال النظري لحجج الداعين الى الربا، بدأ الجانب العملي هو محاولة ايجاد بنوك بلا فوائد. انه كانوا يقولون هذا مستحيل، الاقتصاد عصب الحياة والبنوك عصب الاقتصاد والفوائد الربوية عصب البنوك، فلا تأملوا ولا تحلموا ببنك غير ربوي. وان شاء الله ان سيقوم، قام اول بنك في دبي، بنك دبي الاسلامي، ثم قام بنك فيصل الاسلامي في القاهرة، وبنك التمويل الكويتي، وبنك الاسلام الاردني، وبنك فيصل الاسلام السوداني، الى عدد من البنوك، واتسعت الان. هذه البنوك طبعا التزامها بالاسلام ليس واحدا، في بنوك بتحاول تلتزم بالاسلام التزام تماما. اعتقد ان افضل هذه البنوك هو بنك التقوى الذي اسس في مدينة لوجانو في سويسرا، وقام عليه بعض الاخوة الملتزمين، وانا ارأس هيئة رقابته الشرعية، وهو بنك لم يدخل في اي شبهة
يعني حتى القضية اللي بيسموها في البنوك الإسلامية المرابحة، بيع المرابحة للآمر باشتراء، لم يثقل في المرابحة لأن حواليها كلام، فما دخل فيها قط. حتى سوق السلع والمعادن الدولية أيضا لم يدخل فيها، لأنه أيضا هم بيعملوا سلع ومعادن دولية على الورق يعني مظبوطة تمام، تشتري سلعة إنما يعني هناك شكوك هل في توجد سلع حقيقية أو لا. فبنك التقوى ما دخل في هذا، والسر إنه الإخوة الذين قاموا عليه ملتزمون من ناحية، وأنهم تجار أساسا في السوق العالمية، ليسوا مصرفيين مش بنكيين، فيعني فمشوا جيدا، وذلك هو يعتبر أحسن البنوك حتى من ناحية الأرباح. البنوك الإسلامية تختلف في هذا، عندنا مصرف قطر الإسلامي في تدقيق داخلي من ناحية الرقابة الشرعية لكل عملية تدقق وعمل كذا، ولكن برضو في المرابحة والأشياء دي، هذه الأشياء أحيانا تطبق كما تريد هيئة الرقابة الشرعية وأحيانا لا تطبق، لأن كثير من الذين وظفوا البنوك الإسلامية جاءوا من البنوك الربوية، فليسوا متحمسين للفكرة ولا عندهم أي فقه في المعاملات الشرعية. فيقول لك يعني إيه الفرق بين التمويل الربوي والمرابحة، ما هي ودنك منين يا جحا مش عارف إيه. فلذلك تكون القضية إن يحصل فيها أخطاء كثيرة. ولكن بعض الإخوة لما بيسألوني في هذا بقول لهم يعني إحنا على كل حال يعني البنوك الإسلامية كانت خطوة إلى الأمام، والمفروض أننا نصل إلى خطوة أحسن منها هو تطوير، لأنها كانت هي بدائل للبنوك الربوية، عايزين نصل إلى الخطوة تحسين البدائل وتطوير البدائل، وإحنا بنحاول هذا الآن. وما سألني بعض الإخوة أنه طيب يعني البنوك الإسلامية يعني سليمة 100%، قلت له لا مش سليمة في 100% يعني، او معظمها يعني مستلم 100%، ولكن لو انه فيه بنك ربوي 100% وبنك يعني 70% اسلامي احسن من اللي 100% ايه ربوي، ثم انت ما عليكش مسؤولية، انت البنك ده البنك فيصل الاسلامي قانون انشاؤه يقول ان يجب يكون اسلامي، نظامه الاساسي بيكون اسلامي، لوائحه يكون اسلامي، في هيئه رقابه شرعيه مفروض ان هي المسؤوله عن اسلاميه البنك، فانت هيئه الرقابه دي هي المسؤوله. اذا انت دخلت على ان في هيئه رقابه شرعيه، والله في مصر يقولوا ايه حطها في رقبه عالم واطلع سالم يعني انت، وفي الخليج يقولوا عباره قريبه من هذا، اللي يجعل بينك وبين النار مطوع، فهو المطوع هو اللي يتحمل يروح جهنم بدل عنه. فإنما على كل حال البنوك الإسلامية خطوة يعني طيبة، ونرجو أن تتحسن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، أنا في وضعي يفسد علي ويفسد علي في وضعي يفسد علي لأنني أسير وفي منصة واحدة مع أستاذي قرضاوي، وفي وضعي لا يفسد عليه من حيث اختيار الأسئلة ومن حيث سلطة الإدارة وسلطة المقر ومسؤول مقر ومورى إدارة والأمراء وكذا، فلا أدري ماذا سأفعل في مثل هذه الورقة. فإذا أردتم الإطار الديمقراطية هنا نقوم باستفتاء. أنا إن شئتم عندي اقتراح أن أطرح سؤالين ملحين دائما ما يطرح في كثير من لقاءاتنا. سؤال متعلق بالقضية الفنية في صفوف الأخوات، قضية الإنشاد الجماعي أو الفردي، خاصة ونحن ندعو إلى بديل إسلامي وعندنا تجمعات وجمعيات ثقافية تجعل من البديل الفني واجهة، فعندنا مشكل قضية الأخوات الإنشاد الفردي أو الجماعي أمام الجمهور وكذلك التجربة المسرحية. فهذا السؤال فني أعتقد أنه ملح بالنسبة لأخواتنا. هذا أقترح من الشيخ أن يجيبنا بتفصيل عن هذه النقطة لأنها ملحة جدا. والله قضية الفن أو الفنون يعني في الإسلام قضية في غاية الخطورة، وأنا يعني كتبت في الأمور دي يعني كثيرا، وفيها فصل في كتاب ملامح المجتمع المسلم، وأصدرت في رسالة مستقلة الإسلام والفن
اقترح علي احد الاخوه الدكتور عصام البشير اللي يريد تطلع الفصل ده، ففعلا طلعته في رساله اسمها الاسلام والفن، لانه لا نستطيع ان نستغنى عن الفن، والفن له اثر في حياتنا. انا قلت يعني قديم ان الغرب غزانا في عده يعني ميادين ونجح في بعض الميادين، واستطعنا ان نستعد شيئا منها في قضيه المراه. يعني غزا المراه وفي فتره من الفترات كانت المراه المسلمه يعني غربيه، وبعدين استطعنا اننا نسترد هذا الموقع الى حد كبير، وانتشر الخمار والحجاب الاسلامي. هذا قضية الاقتصاد والبنوك الإسلامية، القضية التي لا زلنا يعني مغزوين فيها ومهزومين، قضية الفن الفنون. وللأسف نحن نقع بين الطرفي الإفراط والتفريط في هذه القضية. هناك من يحرمون الإنشاد حتى من الرجال، بعض الإخوة السلفيين يقولوا إيه الأناشيد الإسلامية دي بدعة يعني، ما فحتى يعني لا يجيزون للرجال ان ينشدوا الاناشيد. يا جماعه يعني ما كان الصحابه بيقولوا اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا الى اخره، وكانوا يعني وهم بيحفروا الخندق وهم بيبنوا مسجد يصلوا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره يعني الى اخره من قال. ف لا عجب أن نجد إذا كان يعني يحرمون أناشيد الرجال أن يحرموا أناشيد للنساء يعني. ولكن الواقع عملية يعني التحريم دي أنا يعني أرى إنه لا، أنا متهم بتضييق التحريم. يعني مرة في البحرين يعني احد الاخوه قدم لي عريضه طويله كده وقال انت متهم. فمن ضمن الاتهامات اللي في قائمه الاتهام انك متهم بتضييق دائره المحرمات. قلت له التهمه ليست موجهه الي، توجه الى الاسلام نفسه، لان الاسلام هو اللي ضيق دائره المحرمات. فالاصل في الاشياء الاباحه، يعني كل شيء حلال الا ما جاء النص بايه بتحريمه. ولذلك فالمحرمات محددة والمباحات غير محددة، ولا تحريم إلا بنص صحيح الثبوت صريح الدلالة. ولذلك يعني في ناس بتحرم الأغاني بصفة عامة وخصوصا إذا كانت من المرأة يعني، وانا لم اجد ان هناك دليلا على تحريم انشاد المراه او غنائها. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم الى جاريتين تغنيان في بيته وتقول يعني، وجاء سيدنا ابو بكر وكان عند عائشه بيت عائشه بيت النبي عليه السلام، فقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امتهرهما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد، وحتى يعلم يهود اني بعثت بحنيفيه سمحه وان في ديننا فسحه الى اخره. فانكر على ابي بكر واجاز هذا في هذه المناسبات الساره. فاستمع النبي الى يعني المغنيتين جاريتين يعني من الاماء، بعضهم يقول لا جاريتين يعني صغيرتين، طبعا ما كانش له يعني صغيرتين، ما كانش ابو بكر يعني غضب هذه الغضبه وعمل. فيعني غناء المراه في حد ذاته لا ارى فيه حرجا، بالعكس انا انكرت على بعض الاخوات في مصر ان هم جعلوا الاغاني مواعظ، يعني يقول لها مش عارف ايه يا عروسه تحج بيت الله ومش عارف. قلت له ده مش اغاني دي، ما تقولوا يعني يا عروستنا يا لزم اشر تعالي. فيه يعني في المصريين عندهم في القرى يعني عندهم الاغنيه يقول يا عروستنا يا لزم اشر تعالي، يعني تبقى دي اغاني الافراح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اقترح يعني قال هلا اتيتم من تغني وتقول اتيناكم
فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم إلى، يعني جاب لهم أغاني فيها نوع من الغزل ومن الأشياء حتى يعني تكون مناسبة للعرس. إنما تعمل ساعة مواعظ ما ينفعش، لا يعني. ولذلك فالشطارة إن إحنا نختار الإيه الأشياء المفرحة والكذا، ويعني يعني لا أرى الذين يقولون إن صوت المرأة عورة ليس صحيح. لا، لم أرى من يقول إن صوت المرأة عورة ولا دليل على هذا. الممنوع في صوت المرأة هو الخضوع بالقول. الله تعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني الصوت اللي فيه تكسر وتميع حيث انه يغري الرجل، يعني ممكن المرأة تريد ان تغري الرجل بها ليطمع من في قلبه مرض، مرض الشهوة، هو ده الممنوع. وليس كل غناء، يعني البعض يقول لك مثلا الغناء هو يعني فيه نوع من يعني تحسين الصوت. طب تحسين الصوت ليس هو خضوعا بالقول، تحسين الصوت وليس خضوع. يعني الواحد بيسمع احيانا بعض المغنيات او المطربات، يعني ما في يعني اسمها ايه ديت نجاة الصغيرة ولا فايزة احمد، يا ست الحبايب يا حبيبة يا رب خليك يا ام، ايه المانع ديت؟ يعني واحدة بتغني لامها او بتغني لجوزها او لاخوها، حبيبي يا اخويا او بيت العز يا بيتنا، يعني في اغاني كده مجموعة اغاني يعني تقوية الاسرة، يعني الصلات الاخوية والزوجية والابوية والبنوية، يعني فليس الواحد يسمعها ما يجد فيها تكسرا. في بعض الاغاني بقى فيها التكسر والميوعة هذه، يعني فالخضوع بالقول يعني ليس هو تحسين الصوت. فأنا لا أجد مانعا من أنه يكون هناك يعني أغاني وأن يستخدم معها الدف والأشياء اللي زي كده، يعني ما بل أني لا أرى أنه هناك أي دليل صحيح صريح على تحريم الموسيقى. يعني أقصى ما يقال في هذا أنه يعني كما قال الإمام الشوكاني إن فيها شبهة، يعني ومن اتقى الشبهات فقد استرى. ودي يعني مقام معين لبعض الافراد، انما حينما نريد ان نقيم دولة اسلامية نحرم الموسيقى. وانا حضرت اخواننا في حزب الرفاء بيحتفلوا كل سنة بذكرى فتح القسطنطينية 28 او 29 من مايو كل سنة، وبيجيبوا واحد يعني مغني مشهور هناك يعني وبيقول اناشيد وبموسيقى قوية والناس تردد معاه وتحرك الجماهير، شيء يعني ما نستطيع ان نحرم كل موسيقى. فيه النشيد كان ظهر في مصر ايام الحرب سنة 56 اسمه الله اكبر، نشيد الله اكبر، الله أكبر فوق كيد المعتدي والله للمظلوم خير مؤيدي، أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي بلدي ونور الحق يصفع في يدي، وكلماته بسيطة إنما مع الموسيقى عمل ألهب الجماهير. فيعني أنا حتى استخدام الموسيقى، وإن كنت أنا يعني في بعض الأحيان بعض الإخوة سألوني قلت له أنا يعني أرى إن هذا لا مانع منه، ولكن انا اخشى ان يشوش عليكم الايه المشوشون، يعني حتى وان كنت انا ارى الموسيقى انما التنين حينشنوا عليكم الغاره ويلخبطوا عليكم الدنيا، بلاش العمل. حتى انا ابني منشد، عبد الرحمن ابني هو شاعر ومنشد، كان هو في المدرسه رئيس فرقه الاناشيد وعامل اشرطه اناشيد ومنها شريط اسمه يا امتي، يعني ملحن فيها قصيدة لي اسمها يا أمتي وجب الكفاح فدع التشدق والصياح إلى آخره. فهو عامل نوعين من الأشرطة، نوع بلا دف ده للسعودية وبلاد الخليج
ونوع بالدف للآخر. يعني عملية المسرح أيضا يعني أنا يعني ألفت مسرحيتين في حياتي. أول ما بدأت حياتي التأليفية عملتها مسرحية شعرية اسمها يوسف الصديق عن قصة يوسف، ولم تمثل هذه لأن تعرفون أن هناك يعني تمثيل الأنبياء يعني لا يجيزه العلماء وأنا منهم، ولكن ألفت مسرحية أخرى اسمها عالم وطاغية، قصة سعيد بن جبير مع الحجاج، وقد مثلت في بلاد كثيرة وإحنا مثلناها حتى في قطر أكثر من مرة ولاقت يعني نجاحا. وبعض الإخوة سألني إن طيب يعني المسرحية دي مش كذب، يعني الواحد بيخترق أحيانا شخصيات وبينطقها بكلام وأشياء وقد لا يحدث هذا. قلت له لا ده ليس كذبا، لأن أنت عارف إنه هذا أشبه باستنطاق الطير، يعني زي قصة كليلة ودمنة، كتاب كليلة ودمنة، قال الأسد كذا وقال الثور مش عارف إيه والبتاع، وزي أمثلة العرب، أمثال العرب يقول لك أكلت يوم أكل الثور ليه الأبيض إلى آخره، قال الحائط للمسمار يعني لماذا تشقني؟ قال له سلما يدقني، ولا الحائط اتكلم ولا المسمار اتكلم، إنما جسد زي ما القرآن يعني ذكر إنه يعني قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هي النملة قالت الكلام ده؟ القرآن المعجز ده قالته النملة؟ لا، النملة قالت يعني كلام بلغتها، فمعناها يعني القرآن تنطق الموقف يعني وعلى لسان الايه النمل والهدهد، قال أتى أحط بما لم تحط به ورئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها. الهدهد قال هذا الكلام المبين المعجز، يعني مش ممكن طبعا، إنما القرآن استنطق الموقف. ما يعني ماذا يمكن أن فنحن نستنطق المواقف، يعني في موقف ده الأم تقول إيه والابن يقول إيه والرجل والمرأة يعني فهذا لا مانع. هو المشكلة الحقيقة في المسرح وفي السينما أيضا هي مشكلة ظهور المرأة، دي حواليها إشكالات يعني كثيرة. العنصر النسائي، هل تعمل مسرح وسينما من غير عنصر نسائي؟ يعني هذا ضد الحياة، لأن المرأة موجودة في كل قصة حتى في قصص القرآن منذ آدم، كان اسكن أنت وزوجك الإيه الجنة يعني، ونوح وامرأة نوح وإبراهيم وسارة ثم اسمها ايه هاجر يعني، وموسى أم موسى وأخت موسى وامرأة فرعون، والمرأة اللي تزوجها ابنتي الشيخ الكبير جاءته إحداهما تمشي على السحر. ما تستطيع إنك يعني تعمل قصة من غير امرأة، ولذلك كيف ندخل العنصر النسائي وبدون يعني ما يكون فيه شيء مخالف للشرع؟ يعني ده ايضا فده ايضا مشكلة. وانا سألني بعض الاخوة في المشتغلون في هذه القضية، قلت لهم شوفهم ابدأوا في اول الامر بالعمل على انه غير اسلام عشان محدش يحاسبكم، يعني هنعمل سينما وفيلم مش اسلام، بس هنجيب مثلا افرض فنانة تائبة من الفنانات اللي تابت دي، طيب عايزين نجيب لها يعني مواقف يعني من ماضيها دي، لازم هتجيبها غير محجبة وغير كذا. صحيح بقى هنا يمتاز الفيلم الملتزم او الفن الملتزم بانه بقى مش يجيبها بقى يعني في غاية الإغراء ويركز الصورة ويطولها لا، يجيبها لقطة سريعة كده ويعني ومن بعيد بحيث ما تظهرش وما يكونش يعني في غاية الفتنة يعني بحيث يعالج الأمر.
وبعد مدة من الزمن نشوف حل للقضية دي، تنتهي إلى التوبة إلى كذا. فيعني لابد من خوض معركة الفن يعني، ولكن طبعا معركة الفن تحتاج إلى إعداد وتهيئة، لأنه لكي نخرج فيلما نحن في حاجة إلى من يكتب النص ويكتب بلغة يعني معقولة وأدبية ومؤثرة، ومن السيناريو الذي يحول النص إلى سيناريو حوار قابل للتنفيذ، ثم من يخرج هذا النص، ومن يصوره، ومن يمثله، ومن ينفذه، ومن يموله. يعني هناك يعني عملية مش سهلة. إخواننا في السودان يعني بعثوا من سنين، بعثوا ناس إلى أمريكا وإلى أوروبا اللي يشتغل في الإخراج السينمائي والإخراج المسرحي والإخراج الإذاعي والإخراج كذا، وبعدين لما جم يعني استلموا الحكم وجدوا إن الإعداد اللي عددوه كده ما يجيش يعني 5% من المطلوب، وجدوا إن فيه غابة، الإعلام ده غابة ويسيطر عليه العلمانيون ومش قادرين يعملوا شيء. يعني ندخل هذه المعركة تحتاج إلى إعداد كبير جدا، وناس كوادر بشرية في كل ناحية من هذه النواحي، وأعداد كافية من هذا الأمر. يعني رقص النساء ما بينهم، رقص النساء فيما بينهم، النساء فيما بينهم يرقصن كما يشاء. أنا لما بزوجت بناتي ف بيكون العريس قاعد مع العروسة، وبعدين لما النساء عايزين يعني يهيصوا شوية مع العروس، فيقولوا للعريس، يطردوا العريس ويعملوا هما بقى يرقصوا مع بعض زي ما هم عايزين. الله، يعني ما النساء يرقصوا بعضهن مع بعض لا حرج في ذلك يعني ان شاء الله. يعني ما نشكر شيخنا القرضاوي على هذه الكلمات، وان حديثنا حول سيئ ولكن الوقت ضيق. وقبل ان نرفع الجلسه، لان شيخنا على موعد اخر ومع التزام اخر، فان اخواتنا قد ابين الا ان يخلد لنا هذه الذكرى بهديه، باعتبار ان الهديه مما هو مطلوب شرعا لتوثيق الموده ولتوثيق المحبه والشهاده والتحبب. والتمر واللبن ده مش يعني مش كانت تحيه هديه تحيه هذه كانت تحيه، اما الهديه ستكون هديه. نعم، تطبيق يعني تطبيق للفتوى. تطبيق للفتوى. جئتم شرفتونا أهلا بكم،
فلنعيش مسرورين فلنعيش مسرورين. علمنا الرسول في حديثه يقول علمنا الرسول في حديثه يقول من أسدى معروفا كفأنا له من أسدى معروفا كفأنا له فإن لم نجد دعونا له فإن لم نجد دعونا له. جزاك الله بخير جزاك الله بخير جزاك الله بخير. ونقول أيضا جزاكن الله خيرا.